أشرفت اليوم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار ووزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أشرفت على تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. اللجنة تتشكل من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات عمومية وجمعيات نشطة في مجال الإعاقة. وجب علي التذكير بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص عصرنة الدولة ورقمنة آلياتها وتبسيط إجراءاتها والتوجه إلى ولوج مجتمع المعلومات وبناء اقتصاد متنوع أساسه المعرفة ترافقه سياسة اجتماعية قوية تعتمد على جمع البيانات والإحصاءات حول الإعاقة وتصنيفها وتحليلها وقياسها وفق المعايير الدولية المتعارف عليها. إن هذه المبادرة القيمة التي تندرج في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية هذه الفئة وتسهيل اندماجها في مختلف النشاطات التربوية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية ستسمح دون أدنى شك بتجاوز العديد من المشاكل التي تواجهها. وفي إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كرس قطاع التكوين وتعليم المهنيين في سياسته الوطنية، كرس برنامجا خاصا لتكوين الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وهذا من أجل تحقيق مبدأ المساواة في التحاق كل الفئات الاجتماعية بالتكوين.